هذه هي الحرية المالية، لازم يكون عندي استثمارات طلع لي فلوس وأنا لا إن شاء الله. ستيك فين مكانها وفين المكتب الرئيسي حقها؟ في دبي. دبي ما شاء الله خلقت صورة عن نفسها إنه أي شيء يكون عندها يكون ناجح. طبعاً لا ننسى كمان يعني أنا أي استثمار لازم نجربه، فأنا جربت كده شهر شهرين حطيت مبلغ كده، بعدين جاني مبلغ كل شهر وبشوف طبعاً السعر حق الشقة تطلع 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 تطلع، فهذا برضو أعطاني ثقة في ستيك. أنا لي تقريباً سنة تعلمت إنه لا لازم يكون عندك مبلغ يجيك من استثمار وانت نايم، فهذه هي الحرية المالية، لازم يكون عندي استثمارات طلع لي فلوس وانا نايم ان شاء الله يا رب. بكرة على السعودية.